نجينا يا حنان. الحمد لله على السلامة يا سي حامد. مبارك انكم رجعتوا بالسلامة يا اخويا. اعملي شاي للرجالة. امرك يا اخويا. حاضر حاضر. بصوا يا رجالة، انا ابتديت سرقة وانا عندي 6 سنين، عملت 3 عمليات. الف سلام عليك يا كبير. يا ابني عمليات سرقة مش زايدة. مبارك انك قمت بالسلامة. عملت 3 عمليات، وفي كل عملية فكيت السلك، قصدي دخلت السجن 10 سنين. دلوقتي عندي 36 سنة، وخرجت من السجن من 3 أيام بس. عشان كده العملية اللي جاية دي لازم تنجح. أنا صغرت مخي ولازم تنجح. هتنجح. البنك ده هنسرقه يعني هنسرقه. اعتبره اتسرق. اهدى بس يا فخم. بس احنا كده لسمنا خطة لمؤاخذة. عندك خطة؟ خطة ليه يا بني آدم؟ الرجالة بتنفذ على طول من غير خطة. سي حامد. لا يا سي حامد، لازم يكون عندك خطة، لأن انت لو ما عندكش خطة كل واحد هتصرف من دماغه وهتخبطه في بعضه والعملية هتبوظ وهتبقى مصيبة. انت بنت بتتكلمي والرجالة قاعدة. يا لهوي. الحريم بتتكلم في قاعدة الرجالة. يا لهوي. هنا يا في بيت انا. يا بقى. من امتى؟ يا بقى. من امتى؟ يا بقى. من امتى؟ يا بقى. من امتى؟ ما بالراحة. طيب اهدى يا فخم. دي اخف حاجة عندي. كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان ما عندكش خطة وان احنا هننفذ على طول. غبي. من غير خطة كل واحد فينا هيتصرف من دماغه وهنخبط في بعضينا والعملية هتبوظ يا بني ادم. صح. حنان هاتي بقسماط يا بت. ما يحصل يا اخويا. الخطة كالآتي. العكر هينزلنا على باب البنك الساعة 9 الصبح، لابسين الماسكات، شايلين السلاح، ومعانا شوالين عشان نلم الفلوس. سي حامد بلاش بلاش يا اخويا. ابقى البس الماسكات وطلع السلاح اللي انت مخبيه جوه البنك، للحراس يا اخويا يشوفوك ويضربوك بالنار. انتوا تخشوا البنك كأنكم عملاء في البنك بالظبط. يا بنت لسه يا بت. انا مش لسه قايل في قعدة شغل الرجالة مفيش حريم بتتكلم مع الرجاله. مفيش حريم بتتكلم. بتتكلمي ليه؟ يا لهوي. انت اطلعي بره بره بره. حمينا بقى يا حنان بقى. اهدى اهدى بقى. اهدى فخم بقى. بره. ده انت حابب الموضوع بقى. اهدى شويه بقى. عصبتني. اهدى. كنا بنقول ايه؟ قلتوا هتنزلوا الصبح تروحوا البنك. لا مؤاخذة، لابسين الماسكات وفي ايدكم السلاح وتقتحموا البنك. ده كلام بهايم. لو عملنا كده الامن هيشوفنا بالماسكات ويعرف ان احنا داخلين نسرق، مش بعيد يضربونا بالنار ويقتلونا. يا غبي. ما بالراحة. طيب يا فخم. احنا نخش البنك على اننا عملاء عادي، وفجأة نفتح الخزنة ونسرق 1,000,000 جنيه. مليون جنيه. مليون جنيه. يا فخم يا فخم يا فخم. الله عليك يا مفتخر انت. انا هسرق 1,000,000 جنيه. اتعلم. انا بقى اتعلم. والنبي هسرق 1,000,000 جنيه. حلوة. حلوة. ونقسمهم على 3، كل واحد فينا ياخد 400 وياخد ايه؟ 535. بتفائل بالرقم. لا 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 لا. الاقل كان 624. دي اسمها مطوله. هنشيل الواحد. هنبقى 347 على الواحد. 535. انا واثق من نفسي. صدقني هنشيل الواحد مع الواد ده السنه. بس احنا بنشيل مع 330,000. 330 جنيه، 33 قرش و3 مليم. ايه ده؟ يا بنت انت عايزه تموتي نفسك؟ ايه لهوي. انا يا بنت انت عايزه تموتي نفسك وبتدخلي في كلام الرجاله تاني؟ ايه لهوي. انا تاني في كلام. ما تيجي انت تمسك العصابه احسن. ايه لهوي. انا ما تيجي هي تمسك العصابه احسن وانت يا حنيته بقى. يا بنت مش اطلعي بره. يا بنت غوري غوري غوري. ما طلعها اسهل من ده كله يا كبير. كفايه بقى. هنقسم 1,000,000 جنيه على 3، كل واحد فينا هياخد 330 تبقى 1,300 مليم، اللي هو الثلاثات اللي قالتها الرقم. كل واحد فينا. وهنستخبى شوية لحد ما الدنيا تهدى، نطلع نطلع الفلوس ونفكها ونصرف. نفكها. محدش فيكم عارف يحسب حسبه ولا يقول خطة. بهايم. لازم أعمل أنا كل حاجة بنفسي. ولا ليكم اي 30 لا، ولا ليكم اي 33,333 لا. ايه ده؟ اوعى تتحرك. اسمك مكانك. ايه يا بني ادم انت؟ هو ما ايه ظابط؟
ظابط ورايا فرصان يا اختي حيدا بيدير يا حنان يا حنان يا حنان يا حنان تحت هنا اهو تحت هنا اهو صرصار صرصار من ابو شنا من الكبير ده بتعمل ايه يا حنان الصرصار والنبي بعرف يا ابني لسه شنا ابو بيلعب الله اتفضل يا سي حامد بسم الله يا رجاله بسم الله انا نفسي تصدق منظر الشرشاطه كان فظيع قوي خليك راجل بقى حاضر بس قاعد على البنت حنان خلصت احنا هنا قوي في نفسها ودي احلى حاجه بس مخها فاضي وملهاش اي لازمه وبتتدخل في اللي ليها فيه واللي ملهاش فيه اقسم بالله لو ما كانت بتتكلم وقت كلام الرجاله لكنت حبيتها وهي بتعمل كل ده عشان ايه عشان بتحبك يا معلم يا معلم يا جامد يا مستهزر الله